بعد 2011 بعد يعني من بعد ثورة يناير اللي أنا مش بحملها أي حاجة أنا ماليش دعوة باللي حصل بس تقصد أنا الوقت الزمني اه أنا بقصد الزمن وبقصد الواقع اللي عشناه في 2012 و2013 البلد كانت في حالة من الفوضى كبيرة جدا عربيتي اتسرقت أكتر من مرة آه الأمر اللي خلاني يعني ما بقتش قادر اواجه الدنيا كان مقتل اخويا الله يرحمه حمدي. الله يرحمه. حمدي اتقتل وكانت حادثه بشعه جدا، كان تقريبا يعني ما يقارب 13 طعمه. سرقه وأخوي ولا؟ وأخويا الصغير، نعم. اتقتل حادثة سرقة؟ كان خناقة، كانت خناء. مشاجرة بينه وبين واحد، ف أخويا الصغير حسيت انه البلد ما يعني حسيت انه مصر ما بقتش بتاعتي يعني ما بقتش ما بقتش حاسس بالانتماء اللي كنت عايشه وحاسه قبل كده ساعتها كان الحل ان انا اروح شرم الشيخ اشتريت هناك شاليه طبعا فقدان التوازن بدا يزيد يعني بدات تبعد عن كل الحاجات اللي انت مرتبط بيها وبتحبها وبتحبك بدات تتعرف على ناس في شرم الشيخ مجتمع خدي بالك ان شرم الشيخ مجتمع كله متكون يعني مش مجتمع اصيل زي مجتمع المجتمعات اللي احنا متربيين فيها انت حواليكي جيران وحواليكي لا كلها ناس بتاجر وبترجع وناس بتشتغل سوية. كل واحد وكل واحد ممكن يوصل لك ان هو رئيس وزراء بس هو مش يعني عارفه كل واحد بيدي الانطباع اللي هو عايز يوصله للناس اللي حواليه اتكون حواليا مجموعه من الاشخاص مع طبعا ان انا دخلت في دوامه الكحول والشرب و... وما يستتبعه الكحول لان الكحول بدايه لاي مفسده يعني ودي حاجه لازم رسائل يعني. بقى آه. للشباب دي رساله لازم اوصلها انه ما حدش يقول لي اصل انا هشرب شويه بيره اصل انا هشرب لا بتفتح معاك آه بيكر انت... اه انت عايز تجرب حاجات كتير مع الاكتئاب مع الانفصال اللي حصل بسبب زي ما قلت لك عدم توازن انت انفصال بقيتش... زوجي انفصال بحياتي الزوجيه مم. ام ابني وهي طلبت الخلع وهي كان عندها حق يعني انا انا ما بحملهاش اي يعني مش زعلان منها خالص هي قررت انه في الوقت دوت على الاقل تنقذ ادم ابني انه انه يمكن يمكن احمد خلاص ما بقاش قادر انه يستوعب او او يبقى مسؤول عن تصرفاته, تصرفاته. كل ده بذرته او البدايه موت اخوك الله يرحمه اه يعني الله يرحمه آه ان ان جرفت الاصدقاء آه. آه. السوق آه. بدات الحكايه تزيد لحد 2013 كانت بانه يعني مصر بقى بترجع بقى ومصر بتظبط يعني الدنيا كلها بتظبط طبعا إيه لا بس انا قبل قبل يعني 2013 كنت كنت حكم عليا يعني انا 2012 حصلت لي الحادثه اللي هي في شرم الشيخ برضو